تعرفوا كل واحد بيخدم الرب يحارب من إبليس، وأنا شعرت خلال الأسبوع هيدا محاربة إبليس بشكل مباشر. أنا عم بحضر الكلمة، لكن بنعمة الرب نحن منتصرين عليه، وأنا عم صلي إنه حسب ما رب وعدنا إنه هو معنا كل أيام. وهل تأمل الصغير اللي حتعمل معكم فيه هو لبنيان نفوسنا وبنيان كنيستنا؟ حطيت عنوان للمقطع للوعظة الراعي والرعية الجزء الأول. رح بتكلم بهالفرصة اللي أعطينيها الرب عن مسؤولية الراعي والرعاة بالكنيسة. إذا الرب شيء وأعطيني وقت تاني حتى أقدم الجزء الثاني، هو مسؤولية الرعية للرعاة. أنا بعرف إنه معظمنا بيعرف مسؤولية الراعي، مسؤولية الرعية، مسؤولية كل واحد بيخدم بالكنيسة، لكن حلو كمان نتذكر الأمور هيدي لبنيان نفوسنا. رح بقرأ كمل المقطع قريه الأخ فادي من تسالونيك الأولى صح الخامس، رح بقرأ من العدد 12 للعدد 22. بيقول الرسول بولس: ثم نسألكم أيها الأخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا، ونطلب إليكم أيها الأخوة انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهاتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبيشة. أمين. رسول بولس بالمقطع القري الأخ الحبيب فادي خبرنا عن مجيء الرب يسوع الثاني وعن الاختطاف، وكيف نحن لازم نكون بأي حالة وفيها لما بدي يجي الرب مرة تانية. بهالمقطع هيدا عم بيقلنا الرب كيف نكون حاضرين لاستقبال الرب لما يجي، كيف تكون كنيسة وضعة لما الرب بده يجي لحتى يخدنا لعنده. بيقلنا بالعدد الأول والثاني: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب خلص في الليل هكذا يجيء. نحن منتظرين الرب، لازم نكون منتظرينه بشوق، عايشين بقداسة، سامعين قارين الكلمة وعايشين حسب الكلمة. وما أحوجنا بهالأيام هيدي يلي الشر متزايد في العالم أن نكون نحن عايشين حسب كلمة الرب. ما أحوجنا أنه نكون مكرسين ومفروزين للرب لحتى نكون حقيقة عم نعيش لإله منتظرين مجيئه. العدد 11 يلي قريه الأخ فادي هو صلة الوصل بين المقطع الأول اللي بيحكينا فيه الرب، بيحكينا فيه رسول بولس عن مجيء الرب وعن مجيئه، عن حالتنا نحن كيف بدنا نكون لما الرب بده يجي. بيقلنا: لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. فإذا في تحضير لمجيء الرب، والتحضير ما بيكون بس شخصي أنا لوحدي، بعضنا بعضا، بل نحضر بعضنا بعضا لحتى نكون مستعدين لمجيء الرب. الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة يلي أنشأها الرب. ما أنشأ ديانات،
ما أنشأ طوائف، ما أنشأ مجموعات، بنى كنيسته وقال لها أبواب الجحيم لا تقوى عليها. الكنيسة مش الحجار والسقف والكراسي، الكنيسة أنا وأنتو، نحن كنيسة الرب. ذكر مرة كنا رحنا إجازة أنا ونهاد من كم سنة على بلد، ونحن كل ما منروح على بلد وسائب نهار أحد منفتش على كنيسة نروح نعبد فيها. فتشنا ولقينا في كنيسة مع مدينية بعيدة شوي عن الأوتيل، طلبنا تاكسي وعطينا العنوان ورحنا. وصلنا لقينا الكنيسة تجتمع بخيمة، مش مهم المبنى، مهم النفوس، مهم الأشخاص اللي عم بيعبدوا الرب. بالبلاد العربية بالخليج ما عندهم كنيسة، معظم البلدان بيجتمعوا بالبيوت. كنيسة أنا وأنت وأنت، كنيسة هي المؤمنين بالرب يسوع. البعض بيقول الكنيسة مستشفى، البعض آخر بيقول كنيسة معسكر. أنا بقول الكنيسة مستشفى معسكر. الكنيسة مستشفى لأنه منيجي عليها لحتى نشفى من خطايانا، نجي عليها لحتى نقبل الرب يسوع مخلص بحياتنا، نتخلص من خطايانا ونعيش لإله. بس ما بنوقف هون، نحن جنود الرب. من بعد ما نآمن وناخذ الرب مخلص لحياتنا، عنا مهمة، عنا الإرسالية العظمى. يمكن بعض منا نسيها هالشغلة هاي، نحن مستمرين بالخدمة للرب على قدر الإمكانيات اللي عنا، على قدر المواهب اللي عنا. رب طالب منا أن نذهب إلى العالم ونخبرهم كم صنع بنا الرب وخلصنا. نحن يعني ككنيسة نسعى أن نشبه المسيح، نسعى من خلال عبادتنا، من خلال قراءتنا، من خلال صلواتنا، من خلال عيشتنا مع بعضنا البعض، أن نشبه المسيح ونعيش حسب كلمته. نحن هون مش لازم نكون هون، نحن هون مؤقت، نحن لسنا كما كنا في الماضي قبل الإيمان. آمنا لكن نحن عندنا طريق بدنا نروح فيها لنصير عند الرب. فإذن وجودنا هون على الأرض مؤقت، وجودنا على الأرض هون تحضير للأبدية، وأي حالة بدنا نكون فيها إحنا ومنحضر تنوصل للأبدية. هل بده يقولنا الرب نعما أيها العبد الصالح ادخل فرح سيدك، ولا بده يقول لك اذهب عني؟ مسؤولية، مسؤولية كل واحد منا. ماذا نريد أن نكون لما يجي الرب بالمجيء الثاني؟ رسول بولس كان عنده هالهاجس هيدا. بفيليبي 3:14 بيقولنا أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. أسعى نحو الغرض، شو الغرض؟ أن أرضي ربي، أن أعمل مشيئة إلهي، والجعالة هي المكافأة اللي بيعطيني إياها الرب بعدين. فأي نوع من الأشخاص، أي نوع من المؤمنين نحن لازم نكون. أنا عم جرب أحكيكم يا أحبة حتى نرجع ننهض نفوسنا بالذاكرة ونتذكر كلمة الرب لإلنا، ونتذكر الهدف لوجودنا على الأرض. شو بنقدر نقول عن كنيسة تسالونيكي؟ رسول بولس مدح كنيسة تسالونيكي. بقول لهم نشكر الله كل حين من جهة جميعكم ذاكرين إياكم في صلواتنا. عم بيشكر الله من شان هالكنيسة هاي، هاي الكنيسة اللي هو أقامة ويلي هو بشر فيها ويلي هو ربح نفوس فيها وأقام مسؤولين فيها للكنيسة. وعم بيذكرهم بتعبهم وعملهم،
بيقول لهم متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا. سؤالي لك الواحد منا اليوم، هل بيقدر الرسول بولس يقول عنه نفس الشيء؟ هل الرب يتذكر بلا انقطاع عمل إيماننا وتعب محبتنا وصبر رجائنا؟ يعني نحن هون موجودين لحتى نمجد الرب بكل شيء بنعمله، إن كان من خلال عملنا بالكنيسة، إن كان خلال عملنا مع الآخرين برات الكنيسة بعائلاتنا، عنا مهمة نعملها حتى الرب يتمجد من خلال عملنا. وكان عنده شوق رسول بولس إنه يشوفهم، قال لهم باشتهاء كثير أن أرى وجوهكم. كان يحبهم رسول بولس، كان يحبهم. شوف كيف أي طريقة خطبهم فيها بالعدد 12 المقطع اللي قريناه، بيقول لهم ثم نسألكم أيها الإخوة، نسألكم يعني عم بيطلب منهم. بيرجع بالعدد 4:1 بيقول لهم فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع. طريقة عم بخاطب فيها كنيسة تسالونيكي بكل محبة وبكل إذا بدي أقول تواضع، وهذه الطريقة لازم خاطب فيها بعضنا البعض. إذا الرسول بولس يلي هو مؤسس الكنيسة هناك، هو الرسول يلي نشر كلمة الإنجيل بآسيا وأوروبا، وعم بيسأل بيسألون لأهل تسالونيكي عن أشياء لازم يعملوها، ما عم بيقول لهم عم بأمركم. هذه هي طريقة المخاطبة بين المؤمنين. ما كان عندهم أخطاء، كان عندهم أخطاء ورح نشوف أخطاءهم، لكن رب الرسول بولس كان بيعملهم بمحبة. كانت كنيسة فتية، كانت كنيسة بعدها صغيرة. ليش شو يقول له تسالونيك الأولى 3:2 بيقول لهم فأرسلنا تيموتاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعزكم لأجل إيمانكم. كانت كنيسة فتية بعدها صغيرة، كانت كنيسة بعدها عم تنشأ، عم تربح نفوس، كان فيها خليط من عبيد، من رومانيين، من يهود، من جميع الأشكال والألوان، وكان عم يحاول يبنيها. وأنا شوي بشبهها لكنيستنا، زي نحن كنيسة عربية، بس كم عرب عنا فيها، كم جنسية عنا فيها؟ كلنا عنا جنسية واحدة، جنسية الرب يسوع. كان عندهم ضعفات، لكن ضعفاتهم مثل كل كنيسة، لكن ضعفاتهم لم تكن تؤثر أو تهدد الكنيسة. بيقولون بالتسالونيكي الثانية 3:11 لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. في ناس بيناتهم كانوا بلا ترتيب، بس ما كان في انشقاقات. كان في أشخاص بيجوا على الكنيسة بيسلكوا كأنه عايشين بالعالم، والناس اللي بيطلعوا علينا من برا وبيشوفوا الأشخاص هدول اللي عم بيسلكوا هيك شو بيقولوا؟ بيقولوا شو الفرق بين هيدا المؤمن والغير مؤمن؟ هل يرى الناس فينا يسوع؟ هل نسأل نفوسنا كل يوم السؤال هيدا؟ رب يعطينا يا أحبه أنه دايما نحط أنه نحن سفر على المسيح بكل تصرفاتنا، بكل كلامنا، بكل علاقاتنا مع الآخرين، نحن سفراء المسيح على الأرض. نتكلم عن صحة الكنيسة. صحة الكنيسة تبدأ بالعلاقة بين الراعي والرعية. عددين 12 و13 من بعد ما قرينا العدد 11 اللي هو انتقالي
ووصلي لنصال على إصحاح 12 والبقوي بيقول لهم: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. هذا 13: وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم، سالموا بعضكم بعضا. ما عم بيحكي بالمفرد، عم بيحكي كمجموعة مسؤولين مدبرين بالكنيسة. بيقول لهم أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم. تعرفوا أكبر مشكلة بالكنيسة لما تنعدم الثقة بين الرعية والراعي، لما الرعية بتفكر حالها أفهم من الراعي، لما الرعية بدها تقيم هي أشياء على ذوقها وتنسى أنه الراعي والأسس والشيوخ إذا بدكم تسموهم مقامين من الرب. صحيح نحن عندنا انتخابات بنتخب الأشخاص، لكن إذا ما الرب أرشد الكنيسة على الأشخاص هيدولي، الأشخاص هيدولي لا ينتخبوا. نحن منا بديمقراطية ولا بديكتاتورية، نحن تيوكراتية، يعني كنيسة حسب قلب الرب، هو الرب يلي يقيم مسؤولين والأشخاص فيها. وعدم الثقة بين الرعية والرعاة يؤدي إلى خراب الكنيسة. ونحن ما بدنا نفوت بالتفاصيل هذه، بس نحن ككنيسة مونريال نعرف الأمور اللي مرقنا فيها بالماضي وكيف صار في عنا تغيرات كبيرة بالكنيسة. بس العلاقة الجيدة بين الرعية والرعاة والراعي تنشئ قوة فعلية للكنيسة، لنكون كلنا على قلب واحد وفكر واحد، نعمل بطريقة أفضل، من مجد الرب بطريقة أفضل، بتنمى الكنيسة بطريقة أفضل. عندنا مهمة يا أحبة أنه نتغلب على ضعفاتنا، نتغلب على الأمور يلي أنا فكر شيء وأنت بتفكر شيء. بدنا نفكر كلنا مجد الرب قبل كل شيء، مش رأيي ورأيك ورأيك، رأي الرب أولا. بحسب الكتاب المقدس وخاصة بأعمال الرسل في عدة تسميات للمسؤولين بالكنيسة، في 4. بيقول أول شيء عن الشيخ باليوناني بريسبيتيروس، وهذا يعني النضوج الروحي والحكمة. الشيخ صفاته النضوج الروحي والحكمة. بعدين في الأسقف إبيسكوبوس، هو الناظر المشرف أو المراقب، هذا بيشرف على الكنيسة. وهيدول الصفات ممكن يكونوا بفرد شخص، بس اجت تسميات مختلفة بالكتاب لتشير إلى الشخص هيدا. بعدين الراعي الذي يطعم الرعية روحيا. الراعي مثل ما منعرف نحن، الراعي بيهتم برعيته، بياخذهم لمراعي خضر، يعطيهم أكلهم ويهتم فيهم. بعدين في كلمة رابعة هي القائد، لا أعرف أراها باليوناني، هيغومينيوس، الذي يقود أو الذي يجب أن نسمع له. فإذن الصفات 4 مفروض تكون بالشخص المدبر بالكنيسة، إن كان شخص لوحده ولا كان عدة أشخاص. فإذن نفهم منا أنه المسؤول الكنيسة لازم يكون رجل يتمتع بالنضوج الروحي والحكمة الروحية والسلطة الروحية على الكنيسة. في أول شيء نضوج، بعدين في حكمة، بعدين في سلطة روحية، وعنده كمان واجبات أنه يغذي روحيا الكنيسة. نحن نعرف أنه رسول بولس بكل كنيسة الأقامة كان يقيم شيوخ وأسس. بأعمال 14-23 وبيقلنا الكتاب: وانتخبا لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم
صليا بأصوام واستودعهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. إذن كان يقيم قصوص في كل كنيسة. تعرفوا ولا مرة مذكور خاصة بأعمال الرسل برسائل بولس ورسائل أخرى عن قسيس أو راعي للكنيسة، دائما كان يحكي بصفة الجماعة، وهذه هي الطريقة اللي تدار فيها الكنائس. شخص لوحده ما بيقدر يقوم بهالمهمة هذه. صحيح في متقدم بين الشيوخ والأسس، في متقدم، في شخص نسميه بالإنجليزي سينيور، لكن في عدة أشخاص بيعينوه، في عدة أشخاص بيهتموا بالخدمة بالكنيسة. وهذا اللي احنا عم نجرب نعمله هلأ بكنيستنا، أنه يكون فينا شيوخ ويكون عنا أسيس كذلك متقدم عن الآخرين بالكنيسة. فشو هي مهمات ومسؤولية المسؤولين بالرعاية؟ أولاً التعب. بيقلون لأهل تسالونيكي الذين يتعبون بينكم. خدام الكنيسة بيتعبوا يا أحبة، وخاصة الغير مفرزين بالكنيسة، بيبقى عندهم شغل خاص وعندهم كذلك خدمة رعية. ومثل ما كان رسول بولس كان بتعبه يعيش ويروح يبشر ويخدم بالكنيس. في أشخاص مفرزين، في أشخاص بيخدموا وإنهم يشتغلوا. فإذا نشوف إنه الأشخاص اللي الرب أقامهم بالكنيسة عندهم مسؤوليات. إذا بنعدد مسؤولياتهم، مسؤولية الكنيسة، مسؤولية الشغل، مسؤولية العائلة، مسؤولية الأولاد والأحفاد، وتصوروا قد إيه عنا مسؤوليات حتى نقدر نقدم خدمتنا. يتعبون بينكم، هو عم يركز هون على فكرة يتعبون بينكم في الكنيسة. أعمال 20:20 بيقول لنا رسول بولس كيف لم أؤخر شيئا، بيقول لنا كنيسة أفسس، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهارا جهرا وفي كل بيت. رسول بولس كان يروح من بيت لبيت ويخبر عن الرب ويربح نفوس للرب. امبارح كان عندنا زيارتين مباركتين، احنا واثنين فادي، ونشكر الرب من اجل فرصة الشركة مع الاخوة والمحبة اللي بتجمعنا. تيموثاوس تسالونيك الاولى 2:9 بيقول فانكم تذكرون ايها الاخوة تعبنا وكدنا اذ كنا نكرز لكم بانجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على احد منكم. كان عم بيكرز وكان عم يشتغل حتى ما يتقل على حدا. هذا رسول بولس. بعدين التعب له أهمية. بقلنا ب2:7 بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. الأمهات يلي عندهم أولاد و وربون انه من هن وصغار لحتى كبروا بيعرفوا شو أهمية المرضعة. يعني الليل ونهار بتعب بكد بقلق، هيك رسول بولس كان يعمل وهيك رسول بولس عم يطلب منا نحن. احد خدام الرب مرة كنت عم بحكي انا وياه قال لي بتعرف اخ حبيب انا بخدم 8 ساعات بالنهار. عجبت أنا، قلت له يا أخ أنا بعرف خادم الرب بيشتغل 24 ساعة على 24 ساعة، هو نايم بيفكر برعيته، وقبل ما ينام بيفكر شو بده يعمل بكرة على رعيته. هيك رب بده ايانا
نخدم الرعية ليلا نهارا. صحيح ما رح نكون بالكنيسة 24 ساعة، بس نحن بشغلنا ونحن ببيوتنا عم نصلي ونحن عم نفلفن ونحن عم نتلقى تليفونات ونحن عم نخدم ونحن عم نزور ونحن عم نرافق ناس على المستشفى. هيدي خدمة قيمين من الخدمة بالكنيسة. بعدين بيقولنا راعي صالح يبذل نفسه عن الخراف. لماذا؟ ليش ده يبذل نفسه عن الخراف؟ لأنه بيحبون. صحيح بيحبون، أكيد بيحبون، لكن أهم من هيك بده إياهم يخلصوا، بده خرافه توصل معه إلى الأبدية. وهذا الرب يسوع، رب يسوع ضحى بحياته على الصليب من أجل كل واحد منا. شو قدر ندله نحن بالمقابل؟ مؤمن مفكر اسمه ريتشارد باكستر قال هذا ليس حمل يمكن لطفل أن يحمله، بل بحاجة إلى رجل وكل مكونات الرجل ليتحمل مسؤولية بالتعب للكنيسة. ما فيني أجي متراخي أنا لأخدم بالكنيسة. في أخ اسمه روبرت ماري ماكتشيني كتب على عبارات الحلوة. هذا الأخ كان عم بيخدم بكنيسة من عمر 23 سنة وكان عنده بالرعية تبعيته 1000 شخص. قد ما تعب بحياته والخدمة وصل بسنة 29 أشار في الموت، قال وصل للموت. أهل الرب أعطيني شغلتين، أعطيني حصان وأعطيني رسالة. أنا قتلت الحصان، مين بدي يوصل الرسالة؟ من تعبه قتل جسده، قال مين بدي يوصل الرسالة؟ نحن عنا حصان وعنا رسالة، ونستعمل الحصان لحتى نوصل الرسالة. بتأمل وما يكون في عنا حدا بيناتنا عنده حصان بس، ونكلنا عنا رسالة نقدمها للآخرين. تاني نقطة بمهمة الخدام بالكنيسة هي السلطة على الرعية. السلطة على الرعية بقلنا ينذرونكم ويدبرونكم، كلمتين ينذرونكم ويدبرونكم. وكلمة ينذرونكم مش انذار أكاديمي، مش انذار هيك، في توبيخ انه المسؤولين بالكنيسة عندهم مسؤولية لما يلاقوا غلط يكون في تنذار، يكون في توبيخ. بعدين نفكر فيها، اذا كان نحن كمسؤولين بالكنيسة ما فينا ننذر الآخرين شو نفعنا؟ نترك الأمور تتسيب؟ الرب أقامنا حتى ننذر، بس مثل ما شفنا بالأول ننذر بمحبة، نسألكم ونطلب إليكم، مش بالوعظ بالأساوي. لأنه عنا مسؤولية كبيرة، نحن عنا مسؤولية صحة الكنيسة، عنا مسؤولية صحة النفوس، عنا مسؤولية شو بيفكر الناس برا فينا. هل يفكروا فينا أنه حقيقة نحن مؤمنين؟ تعرفوا منين جاي هالسلطة هاي؟ هاي السلطة جاية من الرب، لأنه بيقول رسول بولس الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب. نحن مسؤوليتنا أخدينا من الرب، مسؤوليتنا مش من بعضنا البعض. الرب أقامنا والرب أعطانا هالمسؤولية هيدي، وهذه ليس صنعة إنسان. بطرس الأولى 5:2 بيقلنا ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة
بل صائرين أمثلة للرعية. مسؤوليتنا كبيرة يا أحبة، مسؤوليتنا كبيرة أن نكون عم نرعى رعية الله بأمانة، أن نكون عم نعمل عمل الرب بمصداقية حتى الرب يرضى علينا. يمكن بعض الأشخاص ما يعجبون الأشياء اللي نعملها، بس نحن بننظر لرضا الرب قبل كل شيء. ثالثا وأخيرا، ينذرونكم. مثل ما قلت لكم، ينذرون بالتحذير، هو تحذير مرتبط بالتحذير، وهذه توجيهات تهدف إلى التغيير. يعني أنا لما بدي أنذر حدا، أما أي شخص منا من المسؤولين بدي ينذر حدا، عم بيطلب منه يغير. مش إنه قلت لك إنك عملت الغلطة ماشي الحال، لا، عم بقول لك عملت الغلطة لحتى تغير لتصير أفضل. الرسول بولس بيقول له لأهل كورنثوس، مع إنه نحن بنعرف كنيسة كورنثوس قد إيه كانت تعبانة، بس الرسول بولس كان يقول لهم كورنثوس الأولى 4:14: ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولادي الأحبة أنذركم. نحن نتعامل معكم، مع الأخوة بالكنيسة، مع الأخوات بالكنيسة، كأحباء. نحن نعتبر حالنا أخوة لإلكم. نحن نعتبر حالنا أنه نحن الرب أعطانا هالمهمة هيدي حتى نحافظ على الكنيسة، ليس لأي ربح لإلنا. وصدقوني صدقوني، عدة مرات كنت أقول يا ريت ما عندي يا هالمهمة هيدي، مش لأنه عن تعب ولا عن عدم مسؤولية، لأن في أمور كتير بشوفها بتمنى أنه ما يكون مشوفها. بس لازم ننبه، لازم نحذر، ولازم ننذر، ولا ما بتمشي الخدمة. أخيرا، ثلاث أمور مسؤوليات الراعي: أن يتعب في الخدمة، ثانيا أن يمارس السلطة المعطاة له من الرب، وثالثا أن ينذر من خلال التعليم. هذه المسؤوليات أساسية لكل واحد بده يخدم بالكنيسة. وأنا بعتقد رسول بولس ما كتب عن عبس، كتب من أجل تعليمنا. ورب يبارككم، خلينا نصلي.